وانا عارف قد ايه اكرم مستعجل اليومين دول كمان مستعجل جدا عايز يلعب يعني مستعجل. وهو انا عارف مشكله اكرم، عارف طباعه، والراجل بيحاول، عارف الاستك اللي كنا بنشد اللعيبه بيه علشان يهدى شويه، فهو بيشده لان هو خايف من اندفاعه. أوكي. واكرم لازم يعرف انه الراجل عايزك بيحطك على بساط تأدي بشكل كويس، انت وحشاك اللعب، وحشك وفرحان انك الحمد لله الحمد لله انك خفيت، وانت اساسا هيبقى عندك اندفاع كبير جدا. فانا بعتقد انه الراجل هيديله في وقت مناسب وهيخش وهيلاقي ده احنا عندنا ماتشات بالعدد قد كده، كتير ما تستعجلش اكرم. وان شاء الله لما تلعب وربنا يبعد عنك الاصابه.